فهو برضو دي شطاره منه وشطاره من احمد الجندي في توجيهه ان هو بقى مرتاح جوه الكاركتر دي بالظبط. انت مصدق ان دي دماغ حزل الام؟ انت مصدق ان دي دماغه هو بيفكر في كده؟ هو لبس الشخصيه جدا نفس الكلام برضو. وده مثلا على الورق يعني لو هو مكتوب مش هكركر يعني وانت بتقراه. انا مش فاكر لما بيتقال قدامك كده بالظبط بس ما كانش مكتوب ده يعني كان مكتوب ان هم بيهروا وبيرغوا بس هو ارتجل بس ارتجل برضو لان المشهد يسمح بده ولانه كان مع مخرج عارف امتى يقف وامتى يكمل وامتى يعني. برضو احمد الجندي من الناس اللي اثرت يعني في الشغلانه هو فطين عبد الوهاب بتاع طبعا مخرج يعني. دمه خفيف جدا جدا بالظبط وعنده كونسبت في الضحك يعني عنده هزار وهو يعني في حاجات ما بتبقاش يعني مثلا اشتغلت معاه الموضوع ايه في حاجه كان ليا الشرف طبعا يعني في مشهد مثلا الكبير بتاع الطقمه ده كده كده بيضحك بس في الاخر خالص ورحمه قاعده لابسه النمر وبتعمل كده ده في اخراجي ان انت تشوف شيتوس قاعد بيأمن على الكلام ده ايوه وعنده بقولك زياده يعني مثلا المخرج دايما بيأثر من الممثل ان هو لو عنده افهات بيشيل منه استاذ احمد الجندي عنده لا عنده اللي هو ممكن يزود لك لو في هنا حاجه انت بتفكر فيها ممكن تلاقيه جاي بيفكر معاك بس ده اعتقد علشان برضو يعني ممكن يبقى بيعاملك انت واثق فيك فاهم يعني مش هتلاقيه بيدي الحته دي لكل الناس برضو. لا اعتقد بيديها لكل الناس لو جوه الموضوع يعني لو لان هو برضو بيهتم قوي بالحدوته يعني في مشهد اصلا في موضوع الي كان ابراهيم داخل يتخانق مع اخته ماجد الكدواني الاستاذ ماجد الكدواني مع سامة ابراهيم فانا ماليش دور في المشهد فقلت له عايز اخش اسلك يعني اخش اعمل حاجه فوقف فكر كده قال لي طيب هو ابراهيم كان بياكل حاجه فمسك الشوكه قال لي امسك ايده لو سمعت لا فدي كانت من عنده اللي هو ايوه صح هي دي بس شكرا وده برضو ناتج من رحابه صدر استاذ ماجد وفهمه للكوميديا فهموا ان الافيه عندك انت انا هفرشهولك انا ها ها انا هنا هستغربك عشان ابروز الافيه ده دي مش عند كل الناس برضه انا بحب الحته دي قوي فيه هو وفي هشام ماجد انت كنت لسه عامل حلقه فكره انه الكوميديان يبقى مدرك اهميه الصمت زي اهميه الرمي انه مش طول الوقت يقعد النكته فين مش عندي مش شرط تكون عندي في المشهد بالظبط وانه ساعات انت اصلا صمت منك او نظره ممكن تجيب ضحك اكتر من لان هي والله بتبقى فرقه في حاجات صغيره كده على ذكر لا تراجع ولا استسلام في افيه من منتهى الجد عند استاذ ماجد الكدواني الجمل لا لما كانوا واقفين بلبس الصعايده وبتاع والراجل معدي قال له مباحث اللهم طولك يا روح اي خدمه يا رجاله بوليس لو انا اتخنقت قوي وعايزه ده افيه صريخ ومنتهى الجد يعني وبسيط بالظبط مباحث اخلص امشي انت بتحب تكتب مسلسلات اكتر ولا افلام ما بحبش اكتب مسلسلات خالص انت كتبت لما كانت 10 حلقات مع ان انا بدات مسلسلات بس انا ما بحبش اكتب المسلسلات لانه ما عنديش الطاقة والطقطان ان انا افضل مرتبط بمشروع ان انا اقعد اكتب منه 1000 ورقة دي يعني 30 دي عمري ما عملتها ولا هعملها ليه يا استاذ ما تقولش كده ما توقفش ما يمكن لا مسيرنا نحتاج ما يمكن في حاجة حلوة اصل 30 كتير يعني هقول ايه في 30 حلقة هو كتير الصراحة كتير قوي بس انا مستغرب انك بتقول كده لان يعني طه مثلا اتوقع منه دي بس دايما بيقولوا المسلسل بتاع الكاتب والفيلم بتاع المخرج والمسرحيه بتاعه الممثل هم بيقولوا كده لانه بره يعني بره فكره انه التي في اذا رايترز ميديا او بتاعه الكاتب دي لها علاقه بدور الكاتب كبروديوسر جوه الشو كان هو اللي بيجيب المخرج ساعات وهو اللي بيبقى الكرييتور وهو اللي بيشرف على العمليه كلها هنا برضو بيبقى بتاع الكاتب بس من باب تاني من باب ان المخرج بيبقى متاخر ومش لاحق يسلف فبياخد اللي بيتحط له فبياكل زمان ما بيخش يلحق يعني بيصور من غير ما يناقش فبيبقى بتاع الكاتب دايما فورمات ال 25 دقيقه الكوميدي ده مبسوط اللي هو ما هنخش النهارده يعني هتعمل ايه يعني دي المشكله اصلا بقى فهو مبسوط له كفورمات فده حاجه من الحاجات اللي على فكره بتخليني مش حابب اروح للتلفزيون او لو رحت ممكن اروح في حاجه لو عندي حدوته طويله تتحكي في 6 حلقات بس انا بحب السيما وانا اصلا كنت عايز ابقى مخرج يعني انا كنت داخل المجال ده عشان اخرج مش عشان اكتب الكتابه اللي جت بالصدفه فبالنسبه لي هديك حته حلوه قوي وانت كاتب برضو يعني انك اصلا عندك باك جراوند اخراج وده حاصل وكمان منتير انت منتشت مش انت منتشت
هقول انا رجال لا تعرف المستحيل. ساعدت في مونتاج وكده يعني منتجت نصه وعملت شويه حاجات كده فيه. لو في فيلم عايزين تعيدوه يعني هو ما اتعملش الفيلم ده وانتوا هتعيدوه انت هتكتبه وانت هتمثله فيلم مصري. فيلم مصري اعتقد فيلم ثقافي. فيلم ثقافي جامد بس هتعمله ازاي دلوقتي بقى والتوبيك بتاعه موضوع الفيديو والشريط والحاجات. هو دلوقتي قدم بس يعني هيبقى عايز معالجه تانية فلاشه بقى بس لا لو هتقدر تنزله في وقته يعني لو انت في وقته فيلم يعني كنت تتمنى ان انت تبقى مثلته وانت تتمنى انك تبقى كتبته. انت قلت فيلم ثقافي ممكن. انا شايف ان الجيل ده هو ده ان شاء الله هو ده اللي هيظبط الدنيا تاني يا رب يعني والله. يعني انت عندك فرصه كبيره قوي وخليك كده قد المسؤوليه انت هتدغدغ الدنيا. الله يسترك. انت مكسر الدنيا دلوقتي بس لا المستقبل معاك والله على بالي على طول يا استاذ. لا بس انا والله يعني طه واحمد عصام عمر احنا فجاه قلبنا البرنامج عصام صباح الخير يا مصر. عصام عمر ونوجه تحيه للفنان. انتوا الاثنين تحديدا مين تاني كوميديانات صغيرين يعني انا بحب داش جدا بس داش مش مصطفى غريب فشيخ طبعا. ايوه طبعا. على ذكر الافلام عايز ابدي اعجابي بفيلم فرق خبره طبعا عشان حاجه بقى عشان معانا معانا فرق خبره هنا عشان حاجتين معلش عشان حاجتين. اولا فكره ان المؤلف هو اللي يخرج دي لما بتحصل بتبقى حلوه قوي لان فعلا ما بيبقى اكتر حد شايف الحدوته هو اللي كاتبها فان هو يخرجها ده بيبقى بحس ان هو الكرييتر او زي ما في بره كده اللي هو تاليف واخراج. ثانيا ككوميدي انا ده من الافلام اللي انا ما زودتش فيها افيه في دوري يعني ده كل الحاجات اللي اتقالت في الفيلم ده شريف نجيب هو اللي كاتبها وكان مخرج محترم جدا لدرجه ان مثلا كنت اقول حاجه كده فيقول لا ثواني يا جماعه طه بعد اذنك عايزك فاروح نقف على جنب يقول لي طه معلش انا اسف بس هو الافيه ده ويقعد يشرح لي اقول له يا ريس ما تقول لا يعني في المايك اصلا ما تجليش يعني ليه كده. طب انت ما كررتش التجربه دي تاني؟ لا يعني ناوي اكررها تاني بس ما كررتهاش لانه ما لقيتش موضوع بصراحه الاخراج شحططه شحططه جدا فما لقيتش يعني حاسس ان انا لو عايز اخرج اعمال في حياتي هيبقوا 4-5 بالكتير يعني مش عايزها تبقى الشغلانه. الفيلم اللي تحبه بقى الفيلم هو... مش بس اللي بحبه انا كل افلام بكتبها بحبها بس اقصد ان في حاجات بحس ان هي شخصيه او عايز اطرح فيها تساؤل معين فلازم يبقى لي معنى قوي مش معناه ان الافلام الثانيه ما لهاش معنى عندي بس أيوة. في فرق ما بين بس ساعات بتحس ان دي ما انت فاهمها ما فيش مخرج هيفهمها زي بالظبط يعني انا جزء من ليه رغبتي ان اعمل الفيلم بغض النظر على مستوى ان انا بس حسيت انه انا عايز اطرح السؤال ده ان ده فيلم شخصي قوي بالنسبه لي او ان انا خايف حد واخده في سكه تانية خالص يعني. بس الله يكرمك والله ده غيرك بيطلعوا يقولوا انا اللي كتبته لا لا دي الموضوع ده منتشر جدا يعني ان انا الافيه ده بتاعي ارتجلنا وطلعت ساعتها ارتجلنا وطلعت وبتلاقي والله كانت بتضايقني زمان بعدين دلوقتي خلاص يعني برضو بتحس ان كلها محصله بعضها كلنا هنموت يعني خد الافيه خد يا معلم خد حلال عليك حلال عليك بالظبط يعني. طب انتوا بتلعبوا بلاي ستيشن؟ تيجوا ننقل الاوضه الثانيه نلعب لنا ماتشين كده وندردش شويه نكمل دردشه. انا ما بلعبش فيفا ولا الحاجات دي بس بلعب يعني بلعب بلاي ستيشن العاب منفرده بس يلا حاجه على ومعانا العاب ثانيه يلا بينا العاب ثانيه ليها علاقه بالسينما كده يلا بينا يلا يلا بينا. شكرا والله عظيم على طب احنا مش هنفتح اكيد قبل ما نقول خلي الموزه بعدين بقى عشان نبقى خفاف في الجيم يعني في مايكروويف صح في مايكرو في كل حاجه حلو قوي يلا بينا. طب ما بتلعبش اي جيمز يعني بلعب ريد ديد ريديمشن هورايزون كل الالعاب اللي فيها شخص ماشي بيعمل جي تي اي بس لا بلعب اونلاين ولا مع ناس. والله انا بلعب فيفا بحكم يعني ان هي عشان ما بقاش وحيد يعني هي الديفولت لا انا القطار ده انطلق من زمان قوي يعني حاولت والله العبها كتير بس انا ما بحبش الكوره اصلا ف اصلا ابيض في اهلاوي ولا زملكاوي ما يعني مش فارقه معايا بس زملكاوي انت اهلاوي ولا زملكاوي انت الشله دي كلها زملكاويه عشان انا اصحابي كلهم زملكاويه وانا كنت عضو في نادي الزمالك وانا صغير فعشان كده زملكاوي وعلشان برضو حب المعاناه شويه يعني في جيلتي بليجر كده اهلاوي ولا زملكاوي طه انا زي شريف بالظبط مش مهتم بس اهلاوي عشان عارف ان احنا هنا في معقل الزملكاويه طبعا معقل الزملكاويه ايوه فاهم القصه دي التالته شمال نهدك انا بجد بقى يعني مش متابع بس بفرح لما الزملكاويه بياخدوا دوري او كده انا والله بقولها من قلب بفرح فعلا ايوه انا اهلاوي والله بس عشان فعلا بيبقى اللي هو ايوه بقى انتصار الاندر ايوه بقى او تحس انك مش لوحدك في الدنيا تحس ان في حد قصادك كده
انا الماتشات اصلا في وفاء دلوقتي وفي حبايبي عندهم صبر رهيب. أيوة. يا رب الكلام ده ما خسرنا ناس. لا هو الجمهور عنده صبر اكتر يعني صبر ووفاء اكتر من اللعيبه. يعني في ناس بتزهق يعني. انا عندي سؤال يا طه، هو انت عندك قناعه ان كل الزراير الصغيره اللي انت عملت يعني كل الاعدادات دي هي اللي هتكسبك؟ بتفرق والله. دي هتفرق جامد جدا يعني. انا كنت في الاول بلعبه على الله، بس بعد كده عرفت انا ليه بخسر. حاسسها راندم باش. انت السينما بالنسبه لك ايه؟ بص السؤال ده سؤال فجأة. سؤال السينما بالنسبه لك ايه؟ استاذ شريف. استاذ شريف اكل عيش يعني كان شغف ثم تحول. بس لسه بتحب الافلام؟ الافلام عموما طبعا يعني لسه ما. لا انا بحس ان انا يعني ناقد اكتر مني صانع سينما يعني. بحب اتفرج وبحب اكتب على افلام كتير لحد دلوقتي يعني. بحس ان انا لو ما كنتش بكتب افلام كنت هكتب عن الافلام. انت بتلعب بالكاميرا دي ولا نقربها؟ ممكن نقرب. انا يا ريت. نظر. انا خسرت الماتش اللي فات عشان كانت نظر. خد بالك انا اكتشفت مؤخرا ان انا عندي ديسك، مش عارف ليه والله العظيم يعني. بجد تقريبا جسمي الوحيد اللي مديني سني يعني. الناس كلها مدياني اصغر من سني جسمي. لا فاول ما عرفت الكلام ده كبرت خط بقى على الموبايل سلامتك. والله كبرت خط جدا على الواتساب اللي هو كل حاجات بتاعت الكبار. انا بقى من بعد الأربعين بتكتشف قسم في السيتنج بتاعت الويندوز اسمه الاكسسبيليتي، هو بتاع الحاجات اللي بتكبر الفونت وتعلي الصوت يا لهوي. موبايل اهلي يا جماعه الصراحه هي الصفحه كلمه. وامينة تنزل. انا بقرب على المرحله دي. كومنت بتكتب في ثلاث صفحات كده. انتوا مين من انا على اليمين وهو انا الابيض. وهو الملون. ماشي يلا يا ريس. طب ايه اكتر فيلم بتحبه في كوره شريف يعني؟ في طبعا فوي فوي. هو فوي فوي ولا فوي فوي فوي؟ ثلاثه. فوي 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 ثلاثه. فوي 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 اي ماشي. ولو قلت واحدة ناقصة من أيوة ما يحسبش كده. فيلم تاني. أيوة. أكتر فيلم فيه كورة بحبه والله غالباً هقول لك. عايز أفتكر اسمه بتاع عادل إمام. لما أبوهم كان بيحب سهير رمزي وعادل إمام وإكرام إخوات. اسمه رجل فقد عقل. ده اللي هو أنا ركب حديد ده. بحب الفيلم ده جداً. وبعديه برضو 4-2-4. وعايز أقول لك بقى على فكرة الأفلام والإفيهات اللي بتعيش واللي ما بتعيش وبتاع. في أفلام كتير من الحقبة دي مش انا اللي بقول، هم صناعها اللي بيقولوا ان هي كانت بالنسبه لهم تجاري ولا حتى يعني حتى مش عايز اقول مقاولات، بس اللي هو يلا داخلين نضرب فيلم في ال ايوه عاشت في اسبوعين ونخلص وتلاقيه فجاه عاش و الله وبقى ليه محبين. هو بصراحه حلو قوي. لا حلو. انا ناسي صدقتش حلوة الصراحه يعني. حته كده حته لب دي حته كده اللي بتقوله ده استاذ شريف. في حاجه حلوه قوي ان دي مش عارف ليه مش متطبقه دلوقتي، ان الناس زمان كانت بتحب اللي بتعمله قوي. فحتى لو فعلا داخلين بغرض ان احنا هنعمل ده وخلاص، بس تلاقي فيه استمتاع بيه، فانت بتستمتع وانت بتتفرج عليه. ما غالبا كان عليهم قصات اقل من الموجود ممكن برضه. ممكن نعمل هجمه.